اليوم راح نتعلم كيف نعمل شاحن تليفون على الطاقة الشمسية بدون استخدام أي بطاريات. تابعوني. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم. اليوم موضوعنا عن الطاقة الشمسية وكيف ممكن نستفاد منها بطريقة سهلة وبسيطة. الأدوات اللي راح نحتاجها: خلية شمسية قدرة 3 واط إلى 10 واط، ما في مشكلة. بك كونفرتر عشان نقدر نحول الفولت إلى 5.2 فولت ثابت. أي صندوق أو غلاف متوفر عندكم؟ أنا استخدمت غلاف الصندوق لإضاءة قديمة عندي، راح تشوفوها الحين في الفيديو. أي سلك متوفر في البيت ممكن تستخدمه، ويو اس بي بورت او مدخل يو اس بي ممكن تاخذه من شاحن قديم او تشتريه من محل الكترونيات. راح احط لكم رابط الادوات تحت في صندوق الوصف للي حاب يشتريها اونلاين. احب اذكركم اذا مش مشتركين في القناة اشتركوا الحين وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولا تنسونا من اللايك والشير، ولا تحرمونا من تعليقاتكم. اخليكم مع الفيديو. راح اقوم بلحم الاسلاك في الفتح الاربعة مع مراعاة القطبية. السالب يرمز له باللون الأسود والموجب باللون الأحمر، ونركز طبعا على الانبوت والاوتبوت للجهاز. بعد ما قمت بلحم الأسلاك راح أقوم بتجربة الجهاز وضبطه على 5.2 فولت. الحين راح أحط الجهاز في العلبة اللي حصلت عليها من الإضاءة. راح أقوم بعمل فتحة لمخرج اليو اس بي وفتحة عشان إذا حبيت أغير الفولت بدون ما أفتح العلبة. Thank you.
حقوم بتجربة الجهاز على أي شاحن موجود عندي في البيت عشان أتأكد أنه شغال قبل ما أجربه على الخلية الشمسية. مثل ما أنتم شايفين بعد ما وصلنا الخلية الشمسية مع الجهاز قدرة الشحن 1.1 واط. طبعا إذا كبرنا الخلية الشمسية راح نحصل على قدرة أعلى وبالتالي الشحن أسرع. أتمنى الفيديو نال على إعجابكم. سلام. We'll be right back.